حكينا يا مس الطريقة الثانية عشان أنا أحدد خلايا متتالية، تمام؟ بروح بحدد أول خلية اللي أنا بدي إياها، بعدين بكبس شفت من الكيبورد والأرز الأسهم الأعلى الأسفل اليمين واليسار. شوفوا أنا هيك عم بضلل وأنا كابسة شفت، تمام؟ بدي أشيل التضليل برجع بالسهم العكسي، تمام؟ بدي أنزل لتحت وأنا ضغط على شفت، ما برفع إيدي عن الشفت، بكبس هي بالأسفل، بدي أضلل لأعلى، هي بكبس لأعلى، تمام؟ أعلى هي عم بزيد للشمال، تمام؟ بدي ارجع ازيد لاعلى، شوفوا، وعم بزيد عفوا لليمين، اوكي؟ شايفين؟ مثلا انا بدي انقص وانا ضغط على شيفت، اذا شيفت بس الكي ارز من الكيبورد بيعملوا لي تضليل متتالي، تمام؟ هلا بدنا نحكي اخر شيء، سيلكت ذا انتاير ورك شيت، كليك اون ذا سيلكت اول باتونز، تمام؟ هلا اذا انا يا مس شايفين ان هاي الشيت كامله بدي اعمل لها سيلكت كلها، بدي اضللها، تمام؟ في عندي شيء اسمه انا سيلكت اول باتون، تمام؟ السيلكت اول باتون هي يا مس شايفينها؟ هاي شايفين هاي اللي بالزاويه شكلها زي المثلث قائم الزاويه، بضغط عليها، هي انا ضللت لي كامل الورك شيت، تمام؟ هلا هي بتعتمد يا بتكون على هاي الجهه في حال كانت اللغه انجليزيه، او بتكون على جهه اليمين اذا كنت عم بكتب بالعربي، اوكي؟ إذا يا بتكون هي على اليمين من الأعلى يا على اليسار من أعلى، تمام؟ إذا هاي شكلها يا مثلا نحفظ شكل البتون، هي select all button، تمام؟ هاي إذا أنا بستخدمها هاي عشان أعمل select the entire worksheet، تمام؟ to select الworksheet كامل راح أستخدم هاد البتونز، تمام؟ أنا لازم هاي أحفظها كمان، تمام؟ إذا أخذنا يا مس كيف إحنا نحدد خلايا متتالية، إني باجي هون عن طريق السحب والإفلات وأنا ضغط على الكبسة الشمال، النن سيكونشال عن طريق الكنترول من الكيبورد والكبسة الشمال من الفأرة، عفوا الكنترول من الكيبورد وأنا ضاغطة طبعا، وبحدد الخلايا اللي أنا بدي إياهم. حكينا في عندي طريقة تانية إنه أنا أضلل جميع الخلايا، إنه عن طريق الشيفت والأرز، تمام؟ الأرز هو الكيز الموجودين بالكيبورد، تمام؟ شوفوا هاي الأسهم الأسفل وأنا ضغطة على كلمة كبسة شيفت، تمام؟ عشان أضلل أشيل التضليل يامس بروح بكبس على أي سيلز تو دي سيلكت، بروح كليك أون أني سيلز، بروح أضغط على أني سيلز موجودة عندي عشان أضلل الورك شيت كاملة. باجي على هاي البتون، طبعا حكينا هاي بدنا نحفظها، تمام؟ وحكينا كيف يامس أنا يعني أحدد صف عن طريق الدراج اند دروب، بضغط على الكبسة الشمال من الفأرة وبسحب قد ما بدي، بعمل رينج قد ما بدي، تمام؟ هلا هذا بالنسبة يا مس للسيلكت سيلز، اوكي؟ رح نيجي يا مس هلا نحكي عن الداتا انتري، اوكي؟ الداتا انتري بيج 78، اوكي؟ هلا بنلاحظ يا مس احنا بالعادة، شوفوا هلا انا رح اسكر الاكسل، اوكي؟ Don't save. ورح أرجع أفتح الإكسل مرة تانية، أوكي؟ هلأ أنا حددت الإكسل اللي بدي إياه، أوكي؟ بلانك. شوفوا، سوري أنا كبست هون، هي المفروض تكون هون، أوكي؟ هلأ حكينا when we open Microsoft Excel the program automatically open a file. شو اسم حكينا الفايل؟ بكون اسمه book 1، الديفولت نيم لإله شو بيكون؟ book 1، اوكي؟ الديفولت نيم لإله هاي بنحفظها book 1. هلا والاكتف الاكتف سيلز بتكون A1، اوكي؟ الاكتف سيلز بتكون A1، هاي بدنا نعرفها، انه الديفولت نيم بيكون book 1 يعني اوتوماتيكلي بيكون هيك اسمه، والسيلكت سيلز الخليه النشطه بتكون A1 دائما، بتكون موجوده على A1، تمام؟ هلا انا يا مس لما اجي بقدر اكتب باي خليه انا بدي اياها، تمام؟ بقدر اكتب ارقام، تكست، اللي بدي اياه معادله رياضيه، تمام؟ بس بيتم الادخال على الاكتف سيلز، اوكي؟ هلا انا موجوده عندي اكتف سيلز بقدر ادخل فيها، مش محدده اكتف سيلز ما بقدر ادخل او اكتب بالاكسل الموجود عندي، تمام؟ هلا مثلا هي انا عندي هون مثلا يجي احكي هاي الاكتف سيلز اكتب رقم 1، تمام؟ بنزل هون على تحتيها راح اكتب 2، تمام؟ راح اجي هون مثلا اكتب هبه مثلا، اوكي؟ راح اجي اكتب هون مثلا ناعور. بدك عملية رياضية، تمام؟ بتحكي مثلا 4+5، تمام؟ شو تساوي مثلا، اوكي؟ بكتب انا اللي بدي اياه. هلا في عندنا يا مس هون في شيء اسمه انا عندي handling the fill handle، اوكي؟ هلا ده active